ابو فيصل، بعد الحديث عن الاتفاق المنتصر، برضو يعني يزعجنا لما نشوف فريق زي ابها اللي كنا نشيد فيه في الدور الاول ياخذ خطوات للخلف اليوم في الدور الثاني ومن بعد الشتويه. شوف ابها الدور الثاني مختلف عن ابها الدور الاول، الفريق واضح انه نايم لسه على نتائج الدور الاول حقيقه، وانا يعني ما ابغاكم متشائم يعني، لكن اللي قاعد اشوفه انه بعد جولتين ثلاث حتشوف الابها مهدد بالهبوط وتشوفه من الفرق المؤخره، ترى 24 نقطه والفرق كلها قاعده تتقدم عكس جاره ضمك. ضمك الدور الاول ما كان يقدم المستويات، الدور الثاني يمكن كان في افضل، خسر حتى نقاط يعني ما كان يعني يستحق خسارتها، شفناه يعود ايضا حتى نغمه الانتصار في هالجوله. نعتقد انه وضع ابها في خطر حقيقي ان لم يتدارك الابهويين يعني وضعهم. انا ما اعرف يعني ما اعرف ليش ما هم مستشعرين يمكن هالخطر، معتقدين انه فعلا يعني خلاص الخطر بعيد عنهم، لا ابدا. تتكلم 24 نقطه 22 نقطة اي وقاعد تقدم مستويات، يعني المشكلة مو بس الخسارة، قاعد تقدم مستويات يعني غير جيدة حتى في الدور الثاني، فهنا المشكلة. يعني أنت لو قاعد تخسر مثلا نقاط وأنت قاعد تقدم مستويات، يعني شفنا الفتح، الفتح كان يخسر نقاط لكنه كان يقدم أداء داخل الملعب، على الأقل تقدر تتفائل في هالفريق، لكن مع أبها أعتقد أنه يعني حيكون وضعه في خطر.